رئيس الأمريكان للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ودعم من مؤسسة السلام، نود أن أخذ نقول أن الحالة حقوق الإنسان المتردية في البحرين على الرغم من الالتزامات أمام المجتمع الدولي لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلد، فإن البحرين ما زالت تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها من خلال استخدام التعذيب، الاحتجاز التعسفي، وضع القيود على حرية التجمع والتعبير والصحافة، ووضع المزيد من القيود على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان. نود أن نسلط الضوء على عدد من القضايا التي تمثل تحديات حقوق الإنسان في البحرين. تاجي الميدان الذي تم تعذيبه، وكذلك طفل 10 سنوات جهاد السميع، وكذلك صحفي معروف، وكذلك المدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي خواجة والسيد عبد الوهاب حسين، ومشغلنا كذلك يتصل بالسيد عباس والسيد الطويل الذين تم إصدار أحكام الموت عليهم. إضافة لهذه الحالات المتصلة بتعذيب الأطفال والصحفيين المزعومة، فإن سجون البحرين قد أصبحت مكتظة، أكثر من 3800 من السجناء السياسيين والعديد من هؤلاء السجناء تم إدانتهم بموجب قانون الإرهاب البحريني وتحت تهمة الاحتجاجات غير القانونية وتقييد ممارسة حرية التعبير والتجمع. حالة حقوق الإنسان عاجلة في البحرين، ونحث المجلس على أن يعمل مع حكومة البحرين لاتخاذ خطوات ملموسة لتحسين وضع حقوق الإنسان في هذا البلد، وهذه الخطوات ينبغي أن تتضمن الإفراج عن كل السجناء السياسيين، التعاون الكامل مع كل إجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وإنشاء مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين، وتوفير ولاية للإبلاغ والتحقيق لها. شكرا. أخرى من حقوق الإنسان الأساسية.